الحمد لله على هذا الانتصار. الاحساس ديالي هو فرحان بهذا الفوز، كما اللاعبين كاملين قاموا بحد المجهودات الكبيره. حنا الاهم هو نفوزوا في مباريات، ماشي المهم شكون اللي سجل. كما كتعرف فريق الرجاء خصو يكون في المسار الصحيح، والحمد لله اليوم وفقنا الله وفزنا بهذه المباراه. نتمنى الله نكونوا غادي نشوف واحد المسار اللي جيد ان شاء الله. حنا الهدف ديالنا هو نرضيو الجمهور ديالنا اللي كيساندنا. جمهور كما كتشوف جمهور الرجاء جمهور كبير اللي كيعطيك واحد الحافز كيخليك ديما تبقى غادي للامام. الحمد لله ربي وفقنا اليوم، ونبغيو نهديو ثلاث نقاط اللي يستاهلو. كما حنا كما كنخدموا في لونطريمون داكشي اللي كيعطينا الكوتش كنبغيو نقدموه في التيرا. كما كتعرف حنا اللاعبين كاملين ندينا كنلقاو الراحه ديالنا مع بعضياتنا، وماشي غير بوزو كاع اللعابه حنا كنتفاهموا. كما كتعرف الفريق راه دابا بدا كيلقى راسو، كنتمنى من الله نشوف واحد النتائج الايجابيه ان شاء الله. دابا غادي هاد المباراه غادي عندنا دابا راحه، غندخلوا التدريب ونفكروا في مقابله بركان. تيلي ما شكوش مقابله سهله امام خصم اللي توا غيبغي يلعب ضد الرجاء بكامل القوى ديالو. حنا غنمشيو غنوجدوا لهم تما ان شاء الله، ونكونوا في المستوى ان شاء الله باذن الله.